مين سرق آثار مصر؟ ده سؤال ممكن حضرتك ترجع بيه لآلاف السنين حتى قبل الميلاد، لأن سرقة آثار مصر ومقابرها حدثت بالفعل في مصر القديمة. ولدينا بردية أنا أطلقت عليها أول بردية سين وجيم في التاريخ، وكانت هناك نيابة، وكان هناك بوليس، وكان هناك شرطة، وكان هناك القبض على اللصوص، وكان هناك اعتراف، وكان هناك تمثيل للجريمة. تخيل كل حضرتك ده كان قبل الميلاد، وتم توثيق كل ده في بردية. يعني أجدادنا عرفوا يخشوا في الموضوع ويعالجوه ويقبضوا على الحرامية. نيجي بقى على 2018 بالظبط كده، بعد الميلاد بقى. 23,000 قطعة آثار و700 كمان و700 زود متهربة في شحنة دبلوماسية نعم ومسكوها في إيطاليا، لا نعرف راح لمين ولا مين المرسل ولا مرسل إليه، ولغاية دلوقتي في تعتيم على الموضوع. رغم ان هناك ورقة بسيطة جدا، فضل. انا من ساعة كنبة الكويت، لو حضراتكم تتذكروا ان اخواننا في الكويت في الشرطة في الجمرك عندهم قبضوا على كنبة وفتحوها ولقوا فيها غطاء تابوت، هل هو حقيقي هل هو يعني مستنسخ او مزيف؟ لغاية دلوقتي لشهور ولسه ما قرروش اذا كان اصلي ولا مستنسخ، والى يومنا هذا لا نعلم من بعث بهذه الكنبه وبهذا غطاء التابوت، لو كان اصلي او غير اصلي ده العلماء هم اللي هيقولوه، ولا عارفين مين اللي كان هيستقبله هناك، رغم ان هناك ورقه اسمها بوليسه التامين او بوليسه الشحن اللي حضرتك بتعملها وبتكتب فيها اسمك وبتكتب فيها رقم تليفون. انا لما ببعت اي شحنه حتى لو اسكندريه بكتب اسمي وبكتب رقم تليفون. انا بطالب الجمارك ومأمورين الجمارك بان هم يطلعوا لنا البوليصه بتاعه الشحن، هنلاقي فيها اسم الراسل اللي حضرتك بتسال عليه ورقم تليفونه وعنوانه والمرسل اليه، هنجي الاثنين دول تعال انتوا كنتوا باعتين ديت ليه؟ مش محتاجه عبقريه يا فندم، هذه واحده. نرجع بقى للسفينه اللي حضرتك بتسال عنها. في عباره يا فندم باللغه الانجليزيه اسمها I smell a rat، يعني انا بشم فار، فقر. دي جمله بتتقال لما يبقى في واحد قلقان او شايف ان في حاجه فاسده في القصه، يقول لك انا شامم فار. انا بقى في الحاله دي شامم فار ليه يا فندم؟ ايه هو الفار اللي انت شامم؟ ايه هو الفار يا فندم؟ حاجه من الاثنين، انت عندك يا اهمال يا فساد. هذه الاثار خرجت من ميناء الاسكندريه الى ايطاليا حيث تم القبض على الحاويه اللي فيها، يا اما اهمال من المسؤولين اللي موجودين مسؤولين عن هذه السفينه وعن الكشف عن الحاويات وما بداخلها بمنتهى السهوله كده ومنتهى البساطه، مش محتاجه عبقريه، يا اما اهمال يا اما فساد. استاذ بسام خلينا واضحين، هل حضرتك في ناس في الدوله فوق القانون، ناس ايديها قويه عن القانون وعن اجهزه الدوله مسؤوله عن تهريب، لما يخرج المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه ويستهين بالمواطن المصري ويقول لا نعلم لمن مرسل له الشحنه ولا نعلم مين راسل هذه الشحنه ولا نعلم اذا كانت هذه الاثار اذا كانت مصريه، يعني احنا بقينا ترانزيت، يعني ممكن يجينا اثار مهربه من دول تانية تنزل ترانزيت مصر تقضي لها يومين ثم تهرب من مصر لايطاليا. اشكرك على هذه العباره وعلى هذا اللفظ بالذات، لفظ ترانزيت. ليه يا فندم؟ لان لو كانوا المسؤولين سامعيني من سنين وانا طالع بقول هناك في تهريب الاثار، انا فاتح الملف بتاع تربه زي ما حضرتك عارف من سنين. تمام. انا طلعت كده على الهواء مباشره في قناه زميله لسيادتك وقلت لهم في حاجه اسمها ترانزيت كانتريز، في حاجه اسمها بلاد ترانزيت في تهريب الاثار. يعني ايه ترانزيت كانتريز يا فندم؟ عارف حضرتك علشان انت تتوه الناس اللي متابعه، لو في ناس متابعه يبقى انا بدل ما تطلع من مصر لامريكا على طول او من مصر لاوروبا على طول، لا هتلف لها كام بلد على كام مين على مش عارف ايه، في الاخر توصل للمنطقه اللي هناك، فتوصل من غير ما حد يعرف هي جايه منين وايه وايه اصلها وايه بس كلام حضرتك في منتهى الخطوره يا استاذ بسام، يعني معنى كده ان في اختراق امني موجود عندنا. شوف يا فندم، لو كان الكلمه اللي حضرتك قلتها دي هو انت عندك حاليا في الميناء بتاع اسكندريه في هذه الحادثه بالذات، لو حضرتك عندك اكس رايز واجهزه حديثه، واحنا عرفنا ان الاجهزه الحديثه دي موجوده، تمام، مش معقول احنا في 2018 يعني مش هيبقى في اشعه اكس من اللي احنا بنشوفها من واحنا ببهات يعني، فانت عايز تقنعني ان حاويه فيها 23,000 ده نابليون
نابليون يعني بعصره كله ما طلعش غير 4600 فقط من 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 مصر. شامبليون ومحمد علي لما المحاضره الاخيره بتاعتي محمد علي وشامبليون لصوص اثار والناس استغرق ايه محمد علي وشامبليون لصوص اثار. ايوه مريات اللي احنا مسميين الشارع باسمه في وسط البلد في التحرير ده حرامي اثار عالم اثار. اه انا ما بقولش ان هو مش عالم اثار وعالم جامد لكن اخد اثار وراح بيها اوروبا. يبقى انا عندي كده في بيتحط كده تحت قائمه حرامه الاثار. نرجع مرجوع يبقى انت مش عايز تقنعني مفيش جهاز اكس راي انت تجيبه ده انت لو معاك موبايل يا راجل لو معاك موبايل كده ومدخل فيه مش عارف بتاع ايه هتعدي كده هتبص تلاقي مش عارف ايه. طب في واحد بره وراني موبايل وهو السما كده راح مطلع لي النجوم يعني. انا قصدي اقول ما تجيليش 2018 وتقول لي اصل حاولت ما عدتش على اكس راي. هذه واحد. اثنين علمت من مصدر ليا وده يمكن وزاره الاثار تاكده لي او تنفيه بان علماء الاثار اللي موجودين في المواني وموجود في الجنارج وموجودين في المطارات بيبقوا في حته لغايه لما العمال بتوع الجمرك او العمال بتوع المينا يشكوا في حاجه فيندهوهم. انا بقول لا الناس دي المفروض تكون تتواجد بشكل مستديم قدام الكونتينر الموجود لان هو ده يا فندم اللي حيقول الاستاذ علوان ده المج ده من الاسره الفلانيه. لا ده مستنسخ من بتوع خان الخليلي اتفضل يا فندم تعظيم سلام ما عنديش مشكله. هل محتاجين تغيير المنظومه الامنيه والجمركيه وحتى يعني داخل الدوله المصريه؟ بص يا فندم انا نفسي حد من المينا بالذات في حادثه السفينه دي تمام. يقول لي يجاوبني على السؤال الواحد ده هل هذه السفينه كان بها اكثر من حاويه ومنها الحاويه التي تحوي 23000 اثر من حضارات مختلفه؟ يبقى المره دي احنا ما بنتكلمش مصر بس بقى احنا ما بنتكلمش المافيا دي اشتغلت على مصر بس في الحادثه المافيا الدوليه بقى دي مافيا دوليه واستخدمتك انت كترانزيت او الاثار دي كانت موجوده في مصر وطلعت كتهريب. طيب في الحالتين دول انت واقف بتعمل ايه والحاويه دي معديه قدامك ده لو اصلا انت بصيت عليها؟ يبقى نمره ثلاثه هذه الحاويه عدت المركب جايه منين؟ انت ما قلتليش المركب جايه منين؟ هل المركب دي جايه من انهي مينا؟ في فساد يا استاذ بسام. اه يا فندم حد في فساد في وزاره الاثار يعني هي الاثار حتى بتاعتنا دي مش مفروض انها موثقه وموجوده وعليها حراس وعليها وفي مباحث للاثار كمان موجوده. هي الاثار اللي بتسرق هي طالعه من بطن الارض بدون معلومه بدون توثيق بدون اي شيء. بص يا فندم كويس قوي ان حضرتك فتحت الموضوع ده. يوجد نوعين. لا ما انا هفتح مع حضرتك النهارده ملفات كتير يعني ما تقلقش. لا برافو عليك عشان برضه دي اسئله بجد مهمه ان الناس تاخد بالها منها. اتفضل. يوجد نوعين من الاثار في مصر الموجوده دلوقتي، اثار مسجله واثار غير مسجله. اثار مسجله يعني وزاره الاثار في المخزن ده او في المتحف ده قايله ان في 450 اثر، الاثر ده رقم واحد رقم اثنين، ده اتوجد في تونا الجبل، ده اتوجد في المنيا، ده اتوجد في الاقصر، اتوجد في النوبه وهكذا. ويوجد اثار اخرى غير مسجله. محدش عارف هي جت منين، وزاره الاثار ما تعرفش ليه؟ طب احنا هنعمل بس مكالمه ثانيه تدل على فساد بشكل اخر، احنا معانا